بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا كاتب وما كتب لمناقشة كتاب جديد. يحضر معنا في هذه الحلقة الدكتور مصطفى الحياة. مرحبا بكم دكتور مصطفى الحياة. حياك الله سي سوي، شكرا، تحياتي لكم. نعم، شكرا على الدعوة. شكرا دكتور مصطفى الحياة. الدكتور مصطفى الحياة هو متخصص في اللغة العربية وأستاذ جامعي متقاعد وبرلماني سابقا، مهتم بعدم المجالات السياسية والفكرية. له عدة مؤلفات منها العلاقة بين الصهيونية والشيوعية، وجاء دور التطبيع، المرأة المغربية بين مسارين ومسيرتين، علم الجمال والتصور الإسلامي. في هذه الحلقة إن شاء الله نناقش مع الدكتور مصطفى الحياة كتابه وجاء دور التطبيع. نعم، ننتقل إلى مناقشة موضوع الكتاب وكتاب آخر، فنطرح حوله مجموعة من الأسئلة أو سؤال واحدا في آخر الحلقة إن شاء الله، ولكن نبدأ مع كتاب وجاء دور التطبيع. نعم، الدكتور مصطفى الحياة، هو هذا الكتاب ألفتموه ونشر في سنة 1995، وسياق سنة 1995 هو غير السياق الحالي. السؤال المطروح عليكم هو كيف سنقرأ الكتاب في السياق الجديد؟ شكرا سي زاوي. بالنسبة لهذا الكتاب نبدأ بقولة، قول ما أشبه الليلة بالبارحة. فعلا الظروف تغيرت، ولكن الذي يقرأ فصول الكتاب يجد كأنه كتب اليوم، سواء في حديثه عن التحالف مع الأقوياء اللي هي دور الولايات المتحدة الأمريكية، كاين فصل خاص على علاقة الصهاينة بقوة عظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، مبسوطة بشكل كبير جدا، وفي إطاره نفهم هذا الذي يقع اليوم. إذا قرينا الكتاب غادي نفهموا كيف هذه العلاقة، أن إسرائيل كأنها الولاية 51 من الولايات المتحدة، وهذه الولاية 51، الولايات المتحدة 50 ولاية، الولاية 51 هي إسرائيل، وهذه 50 ولاية كلها تعمل من أجل الولاية 51. يعني الآن لا نفهم يعني هذه القوى البحرية التي أتت بها أمريكا هناك، ولا نفهم كذلك الدعم اللوجستيكي والدعم بالخبرات الكبيرة وبالمال وبالعتاد وبالدخائر، يعني لا يمكن أن نفهمه. الذي يقع اليوم لا يمكن أن نفهمه إلا في سياق ما تحدثنا عنه هناك من علاقة مع هذه استثنائية مع هذه الدولة. ثم إن تكلمنا في الكتاب ديالنا في 95، تكلمت قريبا ثلثين ديال الفصل الأخير، الفصل الخامس اللي هو الفصل الحركة الإسلامية والدور المطلوب، يعني ثلثين ديالو حديث على حماس وحركة المقاومة الإسلامية حماس. شدوا الناس على حماس في 95، رغم أن حماس أسست في 87، وحنا تكلمنا عليها في 95 في الكتاب ديالنا ديال وجاء دور التطبيع، واحد شكل مستفيض هناك، يعني أن هذه الحركة اليوم هي في قلب الحدث، يعني العالم كله الآن يسأل عن حماس، وسر انتصار حماس، وسر صبر حماس، وسر صبر الشعب الفلسطيني الذي يحتضن حماس. يعني هذا الفصل الأخير اللي هو الحركة الإسلامية والدور المطلوب، يعني فيه ثلثين ديالو حديث على حركة المقاومة الإسلامية حماس. إذن ما زال هذا الكتاب يقدم أجوبة كثيرة على بعض الأسئلة المطروحة اليوم، وهذا لا يمنع أنه يعني اليوم يمكن أن يقرأ هذا الكتاب في سياق آخر وفي ظروف أخرى، وكذلك المقارنة التي قمنا بها بين حركة فتح وبين حماس. يعني ما زلت يعني آثار ومقتضيات هذا النقاش وهذه المقارنة ما زالت حاضرة إلى اليوم. نعم دكتور، كذلك وقد أشرتم في معرض جوابكم على العلاقة بين الكيان الصهيوني وبين الولايات المتحدة الأمريكية. بالرجوع إلى الكتاب نجد بأنكم ترصدون بعض أنواع الاختراق، لا على المستوى الرسمي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا على المستوى الشعبي.
إذن هذه العلاقة لابد من مناقشتها، وفي هذا الإطار نطرح عليكم السؤال التالي: إلى أي حد يمكن الحديث عن تأثير اللوبي الصهيوني في القرار السياسي الأمريكي؟ وفي الحقيقة يعني ما يسمى بالإنجيليين في الولايات المتحدة، الحركة الإنجيلية اللي هي حركة بروتستانتية، هذه الحركة الإنجيلية تعتبر من شروط ظهور المسيح من جديد في أرض فلسطين، من الشروط الموضوعية لظهوره أن يكون اليهود هم الحاكمون في أرض فلسطين وفي أرض في القدس. يعني أنا المثال الذي أعطيه هنا بحال واحد النسر قوي، ركبت لي واحد المنطاد في التحت كيجرو كيطلع هذاك المنطاد، وباش هذا النسر يقوم بهذا الدور ديال رفعة الثقل ديال المنطاد، ديري واحد القضيب، واحد القطيب ديال الحديد، وديرين فيه واحد الطرف ديال اللحم فوق. هذا النسر اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية كيبذل واحد القوة كبيرة باش يوصل لهذيك الطرف ديال اللحم، اللي هو أنه فلسطين خاص يكون حاكمين فيها اليهود باش يبان المسيح، باش يظهر المسيح، شرط من شروط. إذن أنهم خدموا على المعتقد أكثر ما خدموا على قبل ما يخدموا على السياسة. الواقع السياسي. وهذا الواقع السياسي الذي نراه اليوم اللي ما يمكنش نفهموه إلا في هذا الإطار. يعني باش نفهموا كيف أن الرؤساء الأمريكان كلهم عبر التاريخ من أربعينيات الآن، قبل الأربعينيات الولايات المتحدة راها 1776، ولكن التاريخ الذي يهمنا من تاريخ الولايات المتحدة هو من 48 لهنا. من 48 لهنا الرؤساء الأمريكان اللي مروا كلهم سواء كانوا جمهوريين أو كانوا ديمقراطيين كلهم يدافعون عن إسرائيل الدفاع المستميت. ثم عرضتم جميع الرؤساء حتى جورج بوش كيف دافعوا عن حتى كلينتون على كلينتون، لأن كلينتون سمينا الفصل من ويلسون إلى كلينتون. نعم. من ويلسون هو الذي كان على هاد الأربعينيات، وكلينتون هو اللي كان في التسعينيات. صحيح. لأن كتاب أولي في 95. فعلى كل حال ومن كلينتون لهنا حتى نفس الشيء. نعم نفس الأمر. نفس الأمر ما أشبه الليلة بالبارحة. فهاد المسألة كون الإنسان البروتستانتي الأمريكي الإنجيلي يعتقد في عقيدته التي يتدين بها، طبعا هنا غنجي واحد الإشارة أخرى على ماشي كل شيء رؤساء الأمريكا كلهم متدينين، ولا هنا والفرق بين يعني ان الامريكان هؤلاء صهاينه، يعني جورج بوش اليوم عفوا بايدن يقول اليوم بانني هو بانني صهيوني. نعم. وعلى الملاء وعلى يعني نفهموا هذا الرؤيه في اطار ان الصهاينه استطاعوا ان يدخلوا الى الامريكان عبر التاريخ. يعني ان هذا الشيء ماشي تم الانجيليين، يعني التجديد الذي وقع في بين قوسين تحريف، هو ماشي تجديد، التحريف الذي وقع في الديانه اليهوديه ووقع في الديانه المسيحيه هو اللي يخدم هذه المصلحه، لان الصهيونيه بالنسبه لليهوديه ثم البروتستانتيه بالنسبه للكاثوليكيه، يعني بالنسبه للمسيحيه والارثوذكسيه وكذا، فالتقى هذا. نعم. هذان يعني البعدان قبل من الصهيونيه، لان الصهيونيه حينما نتكلم عن الصهيونيه ومنشئي الصهيونيه تكلموا على موسى هيس. نعم. ونتكلموا على تيودور هيرتزل. تيودور هيرتزل لصاحب يعني هو الذي ترأس المؤتمر. الى اخره. فيعني هؤلاء يعني قبلهم الإنجيلية يعني أصبحت تعتقد بأن فلسطين ينبغي أن يحكمها اليهود، وهذه فكرة خطيرة جدا، فكرة خطيرة، وهي السر ديال تمسك حكام الولايات المتحدة، ليس يعني فقط يعني هيئات مهيكة، جميع الهيئات بالرغم من أن اللوبي يضغط في جميع الهيئات، يعني في الرئاسة، في الشيوخ الأمريكي، في جميع الهيئات، المجتمع المدني، يعني كله
يعني ينطلق من هذه الفكرة الإنجيلية. يعني عجيب هاد المزاوجة بين البروتستانتية وبين الصهيونية، مع العلم بأن البروتستانتية في بدايتها كانت معادية لليهود. مثلا مارتن لوثر عنده كتاب اليهود وأباطنهم هذه اليهودية هذه المسيحية الكاثوليكية، لا حتى البروتستانتية، يعني المسيح يعني أوروبا اللي هي أغلبها يعني إنجلترا البروتستانتية. صحيح إنجلترا، ولكن بالنسبة لليهود في أوروبا كانوا دائما يتعرضون للاضطهاد في إطار ما كان يسمى بالمسألة اليهودية، ويعتبرون قتلة المسيح بأنهم هم اللي قتلوا المسيح. يعني بالنسبة للتصور ديالنا نحن في الإسلام، ما قتلوه وما صلبوه يعني، لكن شبه له، يعني ما عدناش في العقيدة ديالنا أن اليهود قتلوا المسيح. اليهود داروا بزاف الحوايج اللي قبيحة في التاريخ ديالنا كيفاش كنشوفوا فيها احنا مسلمين، في تاريخ المسلمين، ولكن لم يقتلوا المسيح، قتلوا الأنبياء، يعني هم قتلت الأنبياء ولكن ماشي المسيح. صحيح، يعني اليهود عندنا قتلت الأنبياء، وفلسطين هي عش الأنبياء. فلسطين هي عش الأنبياء، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من اللي بغى يدير الإسراء، من اللي دار الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من بعد المسجد الأقصى كاين المعراج. أنا كنقول لهم أن لاسونسور ديال السماء ما كاينش مكة، لاسونسور في القدس، كاين في القدس المسجد الأقصى. وهذا يعني كبيرة عقيدتنا أن عقيدة الإسراء والمعراج عقيدة دينية، والرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأنبياء هناك أما هم، وهذا شيء يعني مهم. لا ترون فصلا بين القضية الفلسطينية وبين المسألة العقادية، لأن هناك من يقول بأنها قضية سياسية محضة تدبر سياسيا، ملف مصلحي فيها جوانب سياسية، ولكن هذا تفقير لها، تفقير للقضية، أكبر تفقير يمكن أن يمس يعني القضية الفلسطينية، وهو أن تربط بالسياسة ولا تربط بالعقيدة. بالعكس، المعركة حينما ارتبطت بالسياسة مع حركة فتح نزلت إلى أسفل سافلين، وحينما ارتبطت بالعقيدة مع حماس السابق وفي الحالي يعني كان لها مسار آخر، مسار آخر أعمق وأنجع، النجاعة، حتى النجاعة في مواجهة الصهاينة هي في الطرح العقدي مع حماس، وماشي في الطرح السياسي مع فتح أو غير فتح. سنأتي إلى هذا النقاش فيما يخص هذه النقطة، ولكن الآن نحاول الإجابة على سؤال ثالث مرتبط بأنكم في كتابكم يعني وجاء دور التطبيع تناقشون أو لترصدون بعض المحاولات، محاولات الاختراق الأولى للحركة الصهيونية والفكرة الصهيونية، سواء للمجتمع المغربي أو لبعض القطاعات على المستوى الرسمي. تناقشون هذه العلاقات تسمونها مشبوهة أو غير ذلك من الأمور وتنتقدونها. هذا كان في سنة 1995 وما قبلها، يعني في سياق مغرب الاستقلال. إذن السؤال اللي مطروح عليكم، هل هذه المحاولات الأولى هي التي كانت سببا في استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وهذا المسار الذي نراه جميعا، أم أن هناك أسباب أخرى مرتبطة بمصالح مغربية في قضيته الوطنية وبالذات في قضية الوحدة الترابية، مرتبطة بميزان قوى دولي، مرتبطة في التقسيم الجديد المفترض ولا المتوقع في الشرق الأوسط؟ إذن كيف تفسرون أنتم هذه العلاقة الجديدة بين المغرب وإسرائيل؟ نعم، بالنسبة للفصل الذي تكلمت فيه على هذا الموضوع هو التطبيع وتاريخ العلاقات والتاريخ السري للعلاقات المغربية الإسرائيلية. يعني سري، كان تاريخا سريا، أنا أخذت تاريخا سريا ليكون علنيا بعد. نعم، في بداية التطبيع، لأن كتاب تكلم على التطبيع مطبعي الأوائل، تكلم على تطبيع كامب ديفل. نعم، اللي كان عام 1979 78 ذاك الوقت، وتكلم على أوسلو، تطبيع واد عربة، وادي عرب بالنسبة للأردن 94، يعني في 94، وتكلم على غزة أريحة أولا 93. فالمهم هذه المرحلة يعني كنتكلموا فيها العلاقات السرية، ولكن اليهود في المغرب لما تكلمنا عنه في الكتاب في بداية العلاقة، أن اليهود كيهود
طائفة كفئة من الناس سبقت وجود المسلمين في المغرب. اليهود راه جابوا من الرومان القرن الثاني قبل الميلاد. نعم. يعني راه وجود تاريخي مغرق ضارب في القدم. هناك من يقول بالتزامن حتى مع الأمازيغ قبلهم أو بعدهم. المهم هذا موضوع آخر. الأمازيغ والأمازيغ موضوع آخر ربما يحتاج هذا الحلقة بوحده. بالنسبة لنا كاين كما كيقول عبد الوهاب المسيري كاين اليهود وكاين اليهودية وكاين الصهيونية. إذا اليهود علاقتهم بالمغرب علاقة قديمة جدا تاريخية قديمة حتى قبل ما يجي الإسلام لهذه البلاد اللي هي المغرب. هذا معطى ينبغي أن نستحضره تاريخي. نعم طبعا. بالنسبة لما أشرنا إليه في الكتاب من تاريخ من تاريخ الوجود ديال يعني تاريخ الاختراق وبداية الاختراق أشرنا إلى حادثة وقعت في بداية الاستقلال اللي هي تعيين وزير يهودي. نعم. اللي هو بن زاكين. نعم. وزير البريد وما أثاره من ضجة وسط المغرب. إن علال الفاسي عقب عليه وكذا. ذكرتم رسالة لعلال الفاسي. نعم نعم. يعني بالنسبة لنا يعني هاد هاد هاد, هاد كونه يعين وزير يهودي يعني هذا بالنسبة للمغرب كان حدث في ذلك التاريخ كانت عنده ردود أفعال إعلامية كبيرة. ثم إن اليهود في المغرب في بداية القرن يعني خاصة في بداية القرن العشرين لم يكونوا ينخرطون في كل الأحزاب، كانوا ينخرطون في الحزب الشيوعي المغربي. الشورى والاستقلال تاهو مذكور ولكن بدرجة في الأول في الأول. نعم. عاد جا الشورى والاستقلال ذكر ذلك دريس كتاني رحمه الله. نعم. في كتابه المغرب المسلم ضد اللادينية. وهذا المغرب المسلم ضد اللادينية ألفه دريس كتاني في 1955 ماشي كتاب جديد، راه كتاب راه كادو يصبح مخطوطا يعني في 55. فهاد الوثيقة المغرب المسلم ضد اللادينية ذكر في هذه المعطيات بأن اليهود في البداية لم يكونوا يدخلون في حزب استقلال، ما كانوش كيدخلوا في واحد الكتاب في الأحزاب السياسية الوطنية، ولكن كانوا يدخلون فقط حزب التقدم والاشتراكية. يعني هو اللي كان فيه اليهود الحزب الشيوعي المغربي كانوا فيه بكثافة لأنه عنده واحد الأبعاد يعني يمكن كيشبه الأحزاب الشيوعية، وكان كيتابع الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان يعني واحد مجموعة ديال الأمور اللي تجعل الشباب اليهودي يدخل فيه. فيعني هذا التاريخ بداية في السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت العلاقات سرية، كانوا المسؤولين الكبار المسؤولين الصهاينة يأتون إلى المغرب تحت جناح سرية، ما داكشي ما كانش علني. من بعد كشف كشف وعرف. فبالنسبة إلينا هذا الموضوع يعني الدولة المغربية وعلاقتها باليهود علاقة قديمة جدا، المخزن المغربي وعلاقته باليهود علاقة قديمة جدا. وهذا الحساسية التي أثارها تعيين وزير اللي هو بن زاكين تعيين وزير المغرب راها أثارها تعيين وزراء في الأندلس في التاريخ الصحيح الأندلس. يعني حينما عين ابن النغريلة وزيرا كانت واحد يعني واحد الصدى كبير في الرفض في الشعر العربي الأندلسي، ورفضوا هذا الأمر وأنكروه على من فعله. يعني هذه الحساسية موجودة. بالنسبة للحركة الصهيونية وخاصة جمعية قديمة هنا وقع المنعطف، ما بقاش اليهودي عادي. اليهود المغاربة ما عمرهم كانوا كيتواجهوا في المغرب بشي عداء ولا بكذا، ولكن الصهيونية حينما بدأت تأخذ اليهود المغاربة وترحلهم إلى أرض فلسطين هنا بدأت الصهيونية، هنا بدأت التصهيون وبدأت الصهيانة. إحنا لسنا ضد اليهود ولكن ضد الصهيونية، ولكن ضد الصهيونية التي حرفت يعني حتى اليهودية براسها في علاقتهم بالمغرب. اليهود المغاربة في علاقتهم حرفت تلك العلاقة. نعم. ما بقتش علاقة أن إنسان يهودي مغربي جزء من المغرب، جزء من المجتمع المغربي، وكان ما كان حتى شي إشكال ما يعني نهائيا واش كان شي إشكال ولا شي حساسية طبعا. ولكن ملي ولات جمعية قديمة التي ترعاها الصهيونية وتسهل لها الأمور، سهلت لها بعض الأمور في المغرب، انتقد هذا التسهيل. كيفاش سهلتوا
جمعية كاظمة أنها تبدأ تدي اليهود. كانش كان واحد تيسير في الأمر، هذا انتقاد يمكن أن يوجه، ولكن المهم أنا بالنسبة لي اليهودي المغربي اللي يبقى في المغرب وعمره مشى لإسرائيل، هذا ما عندي معه حتى شي مشكلة أنا. ولكن اليهودي اللي كيمشي لإسرائيل ويجي من بعد ويخطط الكوارث وعدم استقرار في المغرب، هذا موضوع قد يكون قد شارك في الحروب هناك أغلبهم في الجيش. لأن ما كيش نفير في العالم بحال النفير ديال الكيان الصهيوني، وجعلناكم أكثر النفيرة. ما كيش دولة في العالم اللي تقدر تستنفر 600 ألف ديال البشر في واحد الوقت وجيز ديال 48 ساعة، يعني 250 ألف ديال الجنود اللي كاينين جنود اصلا رسميين، وجنود احتياط 350 الف اكثر، يعني 350 الف فيستنفروا كلهم بهذه الطريقه. وما كاينش شي دوله في العالم تجند النساء بحال الكيان الصهيوني. كاين بعض الدول تجند النساء، كاينه بعض الدول الاكراد راهم كيجندوا النساء ماشي مشكل، ولكن ماشي بهذيك القوه وبهذيك الكثافه. يعني هاد النفير اللي عند الصهاينة نفير استثنائي، يقال بأنه يحسون بالخوف، يشعرون بالخوف والرعب. يقال بأن الشعب بأكمله مجند. نعم، يعني ما يعني كيقولوا كاين شعوب العالم، شعوب عندها جيش. في إسرائيل كيان الصهيوني الغاصب هناك جيش عنده شعب، ولذلك حينما يعني تقوم مثل هذه الحرب تقف كل الأنشطة اقتصادية وكل الأنشطة مدنية كلها كتوقف، وهنا كتكون الحرب مكلفة بالنسبة لهم أكثر. وهذا موضوع أيضا يحتاج إلى تحليل. نعم، من المواضيع التي نقشت في الكتاب دكتور مصطفى الحياة هو أنكم أنتم تربطون القضية الفلسطينية كما بينتم قبل قليل بالمسألة العقلية، هذا من ناحية أولى. هذا الربط بين القضية الفلسطينية بالمسألة العقلية جعلكم تنحازون إلى حركة حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقلتم بأنها تمثل تحولا في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وعرجتم من خلال عرض بعض الأخطاء التي سقطت فيها حركة فتح أو المطبات الفكرية والسياسية وما أسميتموه بالمشاكل العقدية عند حركة فتح، وقلتم بأن حماس قطعت مع هذا المسار وبدأت مسارا جديدا فيه حركة من نوع جديد. كيف تقارنون أنتم بين الحركتين باختصار؟ هو الحقيقة حركة فتح رغم ماضيها النضالي لا ننكره، وبعض القياديين والخدمات التي قدموها للقضية، ويكفي أن عرفت توفي في خضم المعركة مسموما سمه الصهاينة في معجول الأسنان، يعني أنه كنعتبروه رمز من رموز القضية، رموز من رموز، وكنعتبروه شهيد على هذا. لأن هذا الكلام الدكتور مصطفى مزيان يتقال لي أن كاين اللي غادي يقرا يعرف يقول بأن هذا طمس للتاريخ. لا 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 أبدا هو نأخذ عليها، نأخذ على منظمة التحرير ككل وفتح بالخصوص، أنها أفقرت القضية، أن قضية عوض أن تكون قضية بالبعد العقدي قضية العالم الإسلامي كله وقضية المسلمين في العالم، حتى المسلمين اللي في أوروبا قضيتهم هذه، أوروبا وأمريكا وغيرهم في دول العالم، وعوض أن نعتبرها قضية هؤلاء جميعا أصبحت قضية ديال الدول العربية، من بعد أصبحت قضية فلسطينية ثم أصبحت قضية منظمة التحرير ثم أصبحت قضية فتح ثم أصبحت قضية عرفات في الأخير. هذا إفقار للقضية، في حين أن بالنسبة لحماس حينما جاءت حماس وأنشأها الشيخ أحمد ياسين رحمه الله في عام 1987 تاريخ التأسيس ديالها في 87، يعني هذا التأسيس أعطى للقضية بعدا آخر، بعدا عقديا عميقا وبعدا جهاديا. علاش؟ لأن منظمة التحرير انتهت إلى ما انتهت إليه، وأصبح الدور ديال منظمة التحرير وحركة فتح شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو الخدمة الأمنية للكيان الصهيوني، يعني ولاو على خير أيامهم، ولاو بياعة ديال الكيان الصهيوني، كيعطوا التنسيق الأمني كيعطوه الأسماء واللوائح ديال
المناضلين ديال حماس وغير حماس جهاد إسلامي وغيرها وكذا. هذا مآل آلت إليه مآل كارثي. اللهم لا شماتة، احنا ما كنشمتوش في هاد الناس لأن الصهاينة استطاعوا وصلوهم لهاد احنا كنتأسفوا أن الصهاينة أوصلوهم إلى هذا وأن يصرح مثلا محمود عباس أبو مازين يقول بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، يعني بعد سيدي هذا حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، شكون اللي قيد اليوم المعركة؟ شكون اللي قيدها؟ قيدها هي حماس، فكيفاش أنت على الأقل أسكت؟ أسكت عاونوا لك واحد السيد كان عندنا كيقول لنا بعد شدوا الهضره كيقول لهم عاونونا بالسكوات او دي عاونوهم بالسكوات. ولكن هناك تحليل دكتور مصطفى الحياة غير من اجل اثراء النقاش، هناك تحليل يقول بان تصريح عباس ابو مازين هو يعبر عن توجه اخر، وهذا التوجه الاخر هو مرتبط بمواقف عربيه اخرى وغير ذلك، إن هي سياسة من نوع آخر ليست كسياسة حماس، إذن هو دفاع عن القضية بطريقة أخرى. كيف أنتم تعقبون على هذا الكلام؟ هو منظمة التحرير وفتح يشبهون الأنظمة العربية الرسمية، هما نسخ رديئة للأنظمة وللنظام الرسمي العربي. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم؟ واش شي نظام رسمي عربي هز الراس؟ شي جيش عربي من الجيوش العربية الموجودة 22 دولة؟ شي نظام رسمي عربي يعني أنقذ هؤلاء ولا أنجدهم ولا دار شي؟ واش فتحوا على المعبر؟ النظام المصري اللي هو واحد من الأنظمة الرسمية العربية فتح غير المعبر ديال رفح؟ يعني النظام الرسمي العربي في قضية فلسطين مات النظام الرسمي العربي. فالأمل هو في حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن يشبهها. طبعا حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تخفي بأنها تابعة للتنظيم الدولي للإخوة المسلمين، لا تخفي ذلك في أدبياتها. وكاين واحد الكتاب جميل جدا ألفه الشيخ عبد العزام رحمه الله سميته حماس الجذور التاريخية والميثاق، حماس الجذور التاريخية والميثاق، تكلم فيه بأن حماس تابعة للتنظيم الدولي. ولكن هي قامت بمراجعات يعني مؤخرا وثقة في علاقتها بالنظام المصري مثلا، مراجعات أخيرة في العلاقة بسوريا، هذه المراجعات لم تقم بها الإخوان، لم يقم بها الإخوان بعد في الحقيقة. لا هاد الإخوان يعني احنا بالنسبة لنا هذه هي تبعية تربوية، ماشي ضروري تكون تبعية تنظيمية إيديولوجية وثقافية. إيديولوجية المهم راه كاينة بزاف الحركات الإسلامية في العالم يعني تتلمدت على كتب سيد قطب وعلى كتب محمد قطب وعلى كتب رموز الإخوان المسلمين في مصر، فهذا شيء. ولكن هم في ميثاقهم تيقولوا احنا تابعين للتنظيم الدولي، هما تيقولوها ماشي احنا قلنا عليهم، ماشي احنا صنفناهم ودخلناهم تما، لا هما في الميثاق ديالهم، ميثاق ديال حماس، ميثاق ديال التأسيس اللي تأسست في 87 أسسها الشيخ أحمد ياسين، أسسها وكيقول بأنها تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. طبعا بحكم الجوار لأن مصر علاقات قديمة وكنعتبروا بأن الرئيس محمد مرسي شهيد الواجب في دفاعه عن قضية فلسطين، ولم يعني لم تتمتع مصر برئيس مثل ما تمتعت برئيس في عهده بالنسبة لعلاقته بفلسطين. وفعلا يعتبر موقفه ودوره في إنهاء الحرب وموقفه القوي الذي وقفه في ذلك التاريخ سببا في تصفيته وسببا في القضاء عليه. علاش؟ لأن الصهاينة بصفة عامة الصهيونية العالمية يمكن تسهل مع شي حركة إسلامية في شي دولة عربية في شي قنت، في شي قنت ثانوي ممكن تعيش ودير وتشارك في السياسة وتشارك في كذا، وممكن تكبر وممكن تنضج وممكن كذا. ولكن حركة إسلامية في مصر اللي هي دولة من دول الطوق، دولة حدودية مع الكيان الصهيوني، لا يمكن أن تسمح بذلك. ولذلك الإخوان المسلمون عبر التاريخ، يعني بالمناسبة الإخوان المسلمين الأصليين ديال مصر راهم شاركوا في حرب 48 وشاركوا باستماتة وأظهروا بطولات تشبه بطولات حماس اليوم،
البطولات التي أظهروها، ولكن الجيوش العربية الرسمية فضلت الهدنة ووقفت الحرب. ذكرتهم هذا المعطى. وهذه الهدنة كانت وبالا على الأمة، هذه الهدنة اللي 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 دارت في 48، لأن كان يعني الدخول ديال 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 التنظيمات الإسلامية ديال الحركة الإسلامية، إخوة المسلمين ديال مصر، إخوة المسلمين ديال سوريا، إخوة المسلمين ديال العراق، إخوة المسلمين ديال الأردن، كلهم دخلوا مع الجيوش العربية في 48 وأبلوا البلاء الحسن. شنو كان الجزاء ديالهم؟ وجدوا السجون تنتظرهم في مصر. وسير حسن البنا، وحسن البنا هو شهيد القضية، لأن عارفين الصهاينة القيمة ديال حسن البنا كما هم عارفين اليوم القيمة ديال أحمد ياسين، ولذلك اغتالوه. أحمد ياسين سبحان الله يجعل الله عز وجل قوته في أضعاف خلقه، ولذلك نقول لهم هل يقتل داود جالوت من جديد؟ في التاريخ ديالنا القديم أن داود عليه السلام قتل جالوت، وجالوت كان عملاقا، فالكيان الصهيوني الآن عملاق مدعوم من قبل الولايات المتحدة، ورغم ذلك تضيقه حماس يعني الويلات وتجرعه الهزائم، وهي حركة في مكان صغير. بعد أول شحال كتشكل كاع غزة 365 كيلومتر مربع، لا جبال فيه ولا مساحات ولا أراضي، وعرف جعلوا منه انفاقا. وهذاك الشيء كلشي، هذاك الشيء كلشي راه عبره لمن يعتبر، لان ما كنتسناو دابا مثلا باش ننتصر فلسطين ولا باش كذا، خصنا الجيوش العربيه كامله تدخل، والجيوش الاسلاميه كامله تدخل، والانظمه كامله تدخل. ها هما كما قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم اهل فلسطين واهل بيت المقدس، يعني اهل رباط لا يوم القيامه، كما في احاديث النبوءات في الاحاديث الصحيحه، أهل الرباط لا يقيم، لا يضرهم من خذلهم. دابا تصورت هذا حماس حركة متواضعة في واحد المكان اللي هو قطاع غزة، قطاع غزة اللي كيشكل 1% من 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 تراب فلسطين، وفلسطين أصلا بلد صغير، فلسطين كاع في العالم العربي بلد صغير، وفما أدراك يعني قطاع غزة، هذا قطاع غزة بوحده يضيقهم الآن. محاصر من الساحل، محاصر 17 عام من الحدود كلها، 17 سنة وهو محاصر، ورغم ذلك فسبحان الذي يجعل قوته في أضعف خلقه. فهذه راها رسالة، رسالة عميقة جدا. المهم هذا الحركة الإسلامية في العالم يتساهل معها في بعض الأماكن نسبيا، ولكن في دول الطوق لا يتساهل معها، لأن هنالك حركات تشبه حركة حماس في العالم العربي والإسلامي، بعضها له أجنحة عسكرية وبعضها ليس له جناح عسكري، ولكن أدبيات وكذا وطريقة التربية وجلسات واهتمام بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية، يعني نفس التربية نفس الأسلوب. فعلى كل حال يعني هذه الحركة يعني عندها كتائب فيها الحفظة، الحفاظ ديال القرآن الكريم، تذكرك بجيل الصحابة اللي كيموتوا الصحابة في معركة اليمامة ولا في معارك اللي ماتوا فيها الحفاظ، اللي كتلقى يعني هاد الناس يعني ناس جيل فريد، ولذلك يحاربون هذه المحاربة، ولأن الصهاينة يفهمون بأنهم ما كبقوا قاعد يتلفتوا لحركة فتح ولا منظمة التحرير، لا تقول لهم شيئا يعني، ولكن حينما تذكروا حماس وحينما ذكرت يعني كتائب الإخوة المسلمين في حرب 48، كان لولا تلك الهدنة كان غيكون وجه التاريخ شيء آخر، ما غتكونش كاع ما غتستمرش الكيان الصهيوني. نعم، في هذا السياق دكتور مصطفى الحياة يمكن أن ننتقل إلى نقاش آخر مرتبط بالموقف الرسمي العربي، ولكم هنا فكرة يعني تميزتم بها أنتم، يعني الملاحظ من خلال طرحكم هو أنكم لا تعولون، وقد أشرتم إلى ذلك قبل قليل، أنكم لا تعولون على النظام الرسمي العربي، هذه مسألة يعني الموقف الرسمي العربي لا تعولون عليه، ولكن بالإضافة إلى ذلك تدعون إلى عدم معاداته، لأن معاداته سنقول المعركة من معركة مع العدو الصهيوني إلى معركة داخل الدول. في الفصل الأخير من الكتاب اللي هو الحركة الإسلامية والدور المطلوب اللي قلنا فيه ثلثين تقريبا كتتكلم على حماس، قلنا بأنه ليس في مصلحة الإسلام أن تقوم المعركة، أن تصبح المعركة عندنا احنا، ما خصهاش تفرقع عندنا احنا، احنا كدول عربي إسلامية ماشي احنا كنظام مغربي، يعني كدول عربي نظام مغربي جزء من كموقف رسمي عام، كموقف رسمي. علاش؟ لأن أي صراع لحركة إسلامية تدخل فيه مع نظام رسمي ديالها
هو لصالح الكيان الصهيوني، هو توجيه البندقية إلى الخلف. لا لا لا، العدو بالعكس، احنا بالنسبة لنا عدونا هو الصهاينة. الحركة الإسلامية في العالم ينبغي أن تحدد بوصلتها. طبعا بالنسبة للأنظمة العربية هناك بعض الأنظمة اللي تعاملت بشراسة مع الحركة الإسلامية عندها وصفتها بطريقة، طبعا هذا كينتج تطرف وأنتج، لأن كل فعل يكون رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. مثلا الحركة الإسلامية في ليبيا، مع احترامنا للحركة الإسلامية في ليبيا، يعني لماذا كانت في أيام القذافي كانت قوية وكانت عنيفة؟ لأنها وجهت بعنف، لأن القذافي واجهها بعنف، فكانت هي رد الفعل ديالها عنيف، وطرحها عنيف وطرحها جهادي 100%. يعني كان هذا فالحركات الإسلامية التي كانت في بعض الدول التي عملت بطريقة ماشي بطريقة العنف كانت فيها تعامل آخر. فبالنسبة لنا احنا بالنسبة للمغرب، التجربة المغربية، وهنا قلت بأن التجربة المغربية، المغرب دولة عريقة كتجرورها 12 قرن. النظام المغربي الرسمي ماشي نظام عادي، ماشي بحال الأنظمة العربية. أنا كنبغي نشوف واحد الصورة في أيام الحسن الثاني الله يرحمه، واحد الصورة تاريخية مصور فيها الملك الحسن الثاني الله يرحمه مع بن جديد ديال الجزائر، مع القذافي، مع بن علي، مع يعني رئيس موريتاني في الوقت، كيبانوا هذوك عساكرية حداه جاوا على ظهر دبابة على البارح، وهو جروره 12 قرن. فالمغرب كاين تميز وكاين اختلاف وكاين تفرد، وهذا التفرد يعني هو اللي جعل الحركة الإسلامية في المغرب أنها تصير حكومة جوج ولايات. واش هو السهل باش الحكومة الوحيدة اللي تصير جوج ولايات، الحزب الوحيد اللي تصير جوج ولايات في المغرب هو حزب إسلامي اللي هو حزب العدالة والتنمية. وكانت يعني هذا الشيء راه ماشي سهل، صحيح راه ماشي سهل، راه حنا بزز باش يعني حنا خدام هذا الحزب سميتو، وكتحرش عليه الإمارات وكتحرش عليه دول أخرى وناوضين الصيدر في السماء وفي الأرض. فيعني كاين هذه الخصوصية ديال المغرب، كما أننا كنقولوا المغرب راه فيه اليهود قبل من ما يجي الإسلام، وكنقولوا بأن العلاقة مع اليهود يعني بالنسبة للنظام المغربي راه علاقة ماشي علاقة اللي هي بحال أي نظام آخر، لأن عندك واحد الساكنة يعني هنا، وحتى في الإسلام، حتى في الإسلام ديالنا. فيعني حنا ما عندناش مشكل مع اليهود عبر التاريخ، هناك يهود أسلموا وحسن إسلامهم. عبد الله بن سلام، صفية بنت حيي بن أخطب، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يهودية في الأصل، وأم المؤمنين، ولات أم المؤمنين، كانت يهودية أصبحت أم المؤمنين. إذا نحن ماشي عندنا، ما عندناش عداء لليهود كيهود، وهادشي خصو يفهموه الناس. ولكن ملي اليهودي يمشي لإسرائيل ويسكن فيها ويجي يمثل عليا، لا يجي من بعد يقول لك أنا حقا راني عندي الغيرة على المغرب وعندي كذا. مشيتي يا خويا، مشيتي للكيان الصهيوني الغصب على سلامتك، بقاش تجبد لي يعني هذا. فالمهم هذا هو الفرق. والا اليهوديه اللي كان انا عايش في المغرب، الحمد لله معروفه الاسر المغربيه، مع مره كانت بينها وبين الاسر اليهوديه شي حساسيه ولا شي حقد ولا شي كذا. نعم، ننتقل دكتور مصطفى الحياه، نطرح عليكم سؤالا فيما يتعلق بكتاب اخر وفي القضيه الفلسطينيه. نعم، في الحق لم نخصص له هذه الحلقه كامله، ولكن لابد من التعريج عليه. الكتاب هو كتاب العلاقه بين الصهيونيه والشيوعيه، هذا العنوان الذي قد يستغربه البعض، ولكن أنتم قدمتم أطروحة فيما يتعلق به، وقد وجهتم نقدا للمعسكر الشرقي آنذاك، وقلتم بأنه كما أن المعسكر الغربي كما ورد في كتابكم وجاء دور التطبيع أن المعسكر الغربي دعم الكيان الصهيوني، فإن الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية التابعة له في العالم كله كانت لها علاقة خاصة بالكيان الصهيوني، بل إن الاتحاد السوفيتي كان من الذين دفعوا عن حق تقسيم الدولة الفلسطينية إلى دولتين. إذن هذا كان نقاش لكم آنذاك. اليوم في هذا السياق وفي نفس الإطار نطرح عليكم سؤال: هل يمكن الحديث عن معسكر شرقي جديد تقوده روسيا الاتحادية من جهة والصين من جهة أخرى داعم القضية الفلسطينية، أم أنه كما هو بالنسبة إليكم، أم أن دار لقمان بقيت على حالها في أطروحتكم؟ نعم، كتاب العلاقة بين الصهيونية والشيوعية كتاب يأتي في سياق
لأنه أُلف عام 1986 وطبعته مكتبة أسامة بن زيد ديال سعد إلى بكرة، هو اللي طبعه ليا في 86. نعم كانت مكتبة ومكتبة وكتبيع الكتب وفي نفس الوقت كتطبع كتطبع في المطابع وكتنسب ليها يعني هي اللي كتنشر. يعني هذا الكتاب تألف في 86 يعني ديال أيام الحرب الباردة، كان الساعة مازال الثنائية القطبية باقي الاتحاد السوفيتي قائم وباقي يعني باقي الحركة الفكرية اليسارية باقي حية عندنا في الجامعة، وطبعنا منه كما قلت لك 10,000 نسخة نفدت في أقل من سنة. كانوا الطلبة يقبلون عليه إقبالا كبيرا وكانوا يحاجون به اليسار بشكل كبير جدا. طبعا هذه العلاقة بين الصهيونية والشيوعية رصدتها من البداية من كارل ماركس وعلاقته بموسى هيس. موسى هيس هذا كان بحال تيودور هيرزل ولكن كان يقيم في ألمانيا، وكان يعني من اليهود الذين يرون يعني الاعتماد على فرنسا. هذيك الساعة باقي النجم ديال الولايات المتحدة باقي ما لم يستطع بعد، والنجم ديال بريطانيا اللي هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لم يستطع بعد، كانت ديك الساعة فرنسا هي النموذج، لأن اليهود في تاريخ التحالف مع الأقوياء يعني في الأول تحالفوا مع فرنسا، اكتشفوا بأن بريطانيا ولات قوى منا، تحولوا من فرنسا تحولوا لبريطانيا، لأن الإمبراطورية التي تغيب عنها الشمس وهي التي مهدت لهم في أرض فلسطين، وهي التي أعطتهم أرض فلسطين عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فلسطين ماشي ديالها فهي لا تملكها، عطاء من لا يملك وعطاتها لمن لا يستحق اللي هم الصهاينة، أموالها هم الكنعانيين عبر التاريخ هم الفلسطينيين في العصر الحديث، عرب الكنعانيين. فالمهم عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فهاد ملي بريطانيا براسها بدات كتضعف وبدات الولايات المتحدة تولي هي القوة العظمى، تحولوا من بريطانيا تحولوا للولايات المتحدة الأمريكية، فهم يصولون ويجولون باسمها اليوم وراكبين عليها كما كنقولوا كيتبوردوا مع رؤوسهم كما عجبهم الحال، فالآن كتقووا بها إلى يوم الناس هذا. فبالنسبة لنا هذاك الكتاب ركز على دور المعسكر الشرقي في قيام دولة إسرائيل، في التصويت في الأمم المتحدة صوتت دول أوروبا الشرقية وصوتت دولة الاتحاد السوفيتي نفسها، ولهذا احنا شرنا حتى وعد كاين وعد بلفور وكاين وعد لينين. لينين حتى هو في عام 1917 قال بان اليهود في العالم خاص يكون عندهم وطن قومي، وهذا نص ديال لينين ماشي ديال شي حد اخر. بالنسبه لهاد الدول بالنسبه للاحزاب بصفه عامه، احزاب الشيوعيه في العالم العربي كانت يعني ترحب باسرائيل كدوله ديمقراطيه يعني يكون فيها اليسار ضد البرجوازية العفنة العربية، هذا فكر الذي كان في ذلك الوقت. فهذا الكتاب كيأتي في هذا السياق، ولكن الكتاب الثاني اللي هو جاء دور التطبيع هذا ركز على الولايات المتحدة الأمريكية والدور ديالها في دعم الصهاينة، يعني بحال هذا كيدوي على المعسكر الشرقي وهذا كيدوي على المعسكر الغربي. من هنا كان واحد النوع من التكامل بين الكتابين. حتى لا تسمى متحاملين على احد المرات. لا احنا الحمد لله هذاك الوقت هذاك التاريخ كان ديال الصراع الايديولوجي، كان الصراع الايديولوجي كان، لان انا براسي كنت هذيك الساعه كتبت انا طالب في الله غنتخرج من تكوين المكونين فورماسيون فورماتور، يلا غادي نتخرج استاذ جامعي باش غادي نمشي نقري في المسيك، وانا براسي كتبته وانا مضطهد. وكانوا بعض الاساتذه اليساريين ما يقبلوش انك تدوي على، ولكن الحمد لله غير طبعته ديت الاساتذه ديالي كلهم حطيت لهم نسخه في الكازي ديالهم بما فيهم الاساتذه اليساريين. يعني في اطار معركه كان الساعه محمد بن رادا وكان السي احمد اليابوري وحطيت لهم نسخ حتى هما هي العلاقه رغم ان كان عرفت التوجه الايديولوجي ديالهم، ولكن هذه الديمقراطيه يعني ان اطلاع وكذا. السؤال دكتور مصطفى حيا هو هل هذا النقد الذي وجهتموه للمعسكر الشرقي انذاك هل يمكن استصحابه في ما يتعلق بموقفنا من الصين وروسيا اليوم؟ نعم الصين وروسيا اليوم، يعني الصين وروسيا هما دول ما نتكلموش على روسيا نتكلموا على الصين. الصين كدوله كبيرة قادمة، لأن ما يمكنش العالم يبقى وجهه فرنسا
توجو بريطانيا وتوجو الولايات المتحده. لا بد انه يجي واحد واحد المرحله اللي غتجي فيها هذه القوه الصاعده تولي هي القوه يعني المؤطره والمهيمنه في العالم. فبالنسبه الينا هذا المعسكر الان كنشوفوا بان يعني تدخل فيه ايران، ايران بصفتها دوله على كل حال هذا المعسكر راه الان يعني كيتواجه، ولذلك يعني ما كاينش مواجهه بين الدول الكبرى، ولكن كل واحد عنده وكلاء ديالو. حزب الله مثلا، حزب الله والحوثيين في الحقيقه هذا الزمن مع هذا الشيء اللي كيوقع الان وهاد الالاف المؤلفه اللي كتموت وحتى شي واحد ما تحرك، ولا كيتحرك شي انسان اللي ما عندوش ما كيخممش العواقب هو كاع. ما هاد القضيه ديال دابا لا جيتي تحسب بمقياس الارض وبمقاييس الارضيه واش حماس غادي تواجه الجيش ديالها يوقع؟ ما يمكنش. ولكن كاين منطق اخر، دابا الان الحمد لله الحوثيين ماشي شي قوه كبيره، ولكنهم صدعوا رؤوس يعني الكبار الغرب الدول الغربيه الاحمر وباب يعني هي امريكان جابت سيدي بريطانيا وجايبه كندا وجايبه يعني 7 ولا 8 ديال الدول، ومن بعد غيوصلوا لاكثر من داكشي راهم بداو كيحشدوا يعني جايين باش يواجهوا الحوثيين باش تعرف هاد الناس الرعب فين واصل لهم. ولهذا كنستحضر واحد الفكره ديال تشومسكي استاذ اللغه العربيه، وانا استاذ يعني اللغه وكنهتم بهذا الموضوع ديال اللسان، درسنا اللسانيات على يد اساتذتنا بقدر الفاسي الفهري وغيره، وكان كيجيب لنا الكتب ديال تشومسكي اللسانيه، ولكن عمرنا ما درسنا الكتب ديال تشومسكي السياسيه تقريبا قد 13. فهذاك الوقت المهم دابا ما عرفتش شحال ولا، ولكن المهم كان عنده نص ديال الكتب ديالو سياسيه ونص ديال تشومسكي. كيقول واحد الفكره عجيبه مهم نفهموا بها نيت اليوم هادشي اللي كيوقع. كيقول لك اودي الا كان شي واحد كيدير القرصانه بقارب باركو عنده باركو كيركبوا فيه ثلاثه الناس هاد الجهه وثلاثه الناس لهاد الجهه وواحد كيقذف بهم قدام سته الناس كنسموه بانه من القراصنه قرصان. وإلا كانت شي دوله كدير القرصانه باسطول هذه ما كنسموهاش قرصانه. اسيدي امريكا شكون قال اسيدي سيدي تما هو كيسميها الدوله المارقه هو راه امريكا كيسميها الدوله المارقه. فيعني كيفاش انت جايب اساطيل قدها بمقامها جايبها تما البحر الاحمر وحتى البحر الاحمر كاين مشكل والقارب واحد جاي مسكين بقارب واحد يمني ديال الحوثي جاي بقارب باش. ولذلك دابا الان يولي منطق اخر ما بقاش ديك الحروب التقليديه. حتى ايران براسها هذه يومين راه علنات بان راه الالاف ديال القوارب موجودين وكذا وكذا، لان هادشي ديال اللغه الكيفاه هذوك الناس راه ما كاينش غير الحوثيين بوحدهم زعما راه ولا قعدتوا تا درتوا شي تصرف معاهم انتظروا تعتبر نفسها مسؤوله على ذاك المنطقه ديال البحر الاحمر يعني وباي منطق تقول لي انت كقوه عظمى عند هذا الشيء راه ما خصوش ينتشر خصو يبقى عابين حماس. المعركه ما خصهاش تفوت حماس واسرائيل واخا ايه وانت جيب الغرب تما حاطهم شكون اللي غيدول راهو انتوما غديروا لها التدويل عاد انتوما ما باغي يدير احد شي واحد يعني اللي كيقتل الميت ويمشي في كنيسته يعني واحد المنطق غير مقبول يعني لا عقلانيه يعني ان انت ما باغيش واحد الحرب تنتشر وانت براسك اللي سير كتصوت عليها لهاد الجهه ولا الجهه باش كتشعلوا. ابو زيد عنده واحد المقوله شهيره كيقول لك دائما اتابع المواقف الغربيه ملي كنشوف الغرب غادي هكا انا كندير العكس كنفهم العكس كلام مقلوب عمري كنفهم انا من الغرب ما يصرحوا به الكلام مقلوب العكس كلام مقلوب فعلا هاد الولايات المتحده يعني خارج يعني ما يمكنش تفهم المنطق اللي باش هو نفس المنطق اللي كتسير به الكيان الصهيوني وتشبهوه لان واحد الرابط مشترك بيناتهم ان امريكا حيدت واحد الشعب اصلي اللي هو الشعب ديال الهنود الحمر وجايه اسرائيل باغا دير نفس الشيء باغا تبيد الفلسطينيين تريد ان تبيدهم عن اخرهم باش تقيم الدوله ديالها وباش دير دوله اسرائيل من الفرات الى النيل. ولكن هيهات هيهات ومن سوء حظها انها اختارت فلسطين. كان يمكن تختار شي دوله اخرى وكانت مقترحات في افريقيا وغير افريقيا
باش تكون هي اللي تقيم فيها دولة إسرائيل، ولكن اختارت فلسطين. ما يمكنش نهائيا نجح فيها هاد العملية ديال الإبادة، وهاد الإبادة اللي دار دابا الآن يعني الصورة ديال إسرائيل زادت، حتى دوك الشعوب اللي كانوا يدافعوا عليها إلى آخره ولاو كيخرجوا بالآلاف وبالملايين بعض الأماكن في العالم اللي كيخرجوا كيحتجوا على هذا الشيء اللي كيوقع، لأنه تقتيل وإبادة توثقها كاميرات العالم. فيعني بعد دار داك الشيء أمريكان دارته فوقتها، ما كانش هذا الإعلام اللي كاين اليوم، ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي، ما كانش يعني الإعلام بهذه القوة اللي هو فيها اليوم. فيعني بادت هذوك الناس وحيدتهم وكانوا هنا، وحيدوا حتى الجاموس، حتى الجاموس حتى هو لأنه كيشبه لهم، وجابوا بقر عصري بحال البقر اللي كاين في أوروبا، وجابوه هو اللي ولا في بقر في أمريكا. فيعني هذه العقلية الطيرية يعني تشتركوا فيها، وبجوج معقدين عندهم عقدة مشتركة، وهي أن هذيك ما عندهاش تراث وهذيك ما عندهاش تراث. عجبتني واحد المادة شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، جابوا واحد الغلاقة ديال القادوس ديال التطهير السائل، مكتوب فيها فلسطين 1936 غير طبق ديال قفالة ديال القادوس 1936. قال لي هذاك المعلق، قال لي هذه أقدم من دولة إسرائيل 12 عام. دولة إسرائيل جات على دابا الأمريكان عندهم القوة وعندهم واحد العقدة نفسية غائرة أنهم عندهم تراث. عندهم واحد الكنيسة عندها شي 200 عام 300 عام، كل خطرة جايبين